الحقيقة آخر كام سنة حصلت طفرة ملحوظة وكل أشاد بيها فيما يتعلق بمسألة البنية التحتية الرياضية اللي موجودة في بلدنا، واللي بطبيعة الحال كان من المنطقي جدا أن ينتج عنها أن مصر في آخر كام سنة استضافت وأحسنت استضافة وتنظيم كتير من البطولات الرياضية العالمية على الأراضي المصرية. والحقيقة مصر مستمرة في هذا المنوال، وكمان من المتوقع إن شاء الله أن هي هتكثف من جهودها لاستضافة المزيد من البطولات القارية في عام 2024. عندنا مجموعة من البطولات المهمة هنتكلم عنها، لأن هي مقامة في مصر حاليا، وكمان في اتجاهات سمعنا عنها في الفترة الأخيرة متعلقة بمسألة إقامة معسكرات مشتركة مع المنتخبات المختلفة. هنعرف بقى تفاصيل هذا الأمر وكلام كتير غيره هنتكلم فيه متعلق بيه اللي بيحصل كمان في ألعاب الصالات والألعاب الأخرى. كل الملفات دي هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقرة، الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا أستاذ شادي. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير عليك يا نهون. أهلا وسهلا، صباح الهنا والحمد لله على السلامة. أنت كنت في عمرة؟ الله يسلمك. مقبولة يا رب إن شاء الله. كل الأخبار عندنا. بص هبدا معاك ببطوله اللي هي بتاعه الدرجات، بطوله افريقيا للدرجات، ودي المؤهله باذن الله لاولمبياد باريس، ودي بطوله الاكبر حاليا اللي كل العالم بيستعد ليها. فخلينا نبدا من هنا اللي كان معانا خبر كمان خاص بيها، وبعد كده نروح لباقي يعني الرياضات. انا شفت التقرير اللي اتعرض بخصوص بطوله افريقيا للدرجات، طبعا دي من البطوله مؤهله لاولمبياد باريس، لكن الاسماء تحديدا هتتحدد في شهر ابريل ان شاء الله. تنظيم مصر للبطولات طبعا المضمار حلو، والمضمار جاهز لاستضافه اي بطوله عالميه او قاريه، وكنا منظمين من فتره قريبه بطوله العالم. منتخب الدرجات متصدر حتى الامس يعني البطوله برصيد 40 ميداليه متنوعه، فارق 20 ميداليه عن منتخب جنوب افريقيا صاحب المركز الثاني. البطوله على الصعيد التنظيمي وعلى الصعيد الفني ماشيه بشكل كويس جدا. المنتخب المصري في ابتسام زايد وشهد سعيد تمكنوا من تصدر سباقاتهم المؤهله لباريس يعني بنسبه مثلا 90%، فاضل بس الرانكينج لما يطلع الرانكينج العالمي في شهر ابريل لتحديد الاسماء بالظبط، ويعني التاكد من وتاهلهم لباريس. منتخب الدرجات او اتحاد الدرجات برئاسه الاستاذ وجيه عزام مكتسح على الصعيد العربي وعلى الصعيد القاري. تنظيميا زي ما هو قال في التقرير اللي هو خلاص مصر بقى عندها الخبره، او اتحاد الدرجات بقى عنده الخبره وعنده ثقه الاتحاد الدولي في تنظيم البطولات. شيء كويس جدا استخدام البنيه التحتيه دي اللي البلد شغال عليها بقالنا اكتر من 5 أو 6 سنين، في جذب انظار الاتحادات الدوليه ورؤساء الاتحادات الدوليه في اسناد تنظيم البطولات لمصر، بيخلي عندك ادفانتج دايما اللي انت بتلعب على ارضك الطبيعي في وسط جمهورك في المكان اللي انت متعود تتمرن عليه، فبيساعدك في تحقيق النتائج. عندي بس كومنت بسيط، طبعا اتحاد الدرجات عنده انديه ومراكز شباب، المدرجات ما ينفعش تبقى كده. انت لو رحت لاي مدرسه لاي مركز شباب لاي نادي يجي باعداد حتى يعني تعريفيه اللي انت تعرف الناس ايه هي رياضه الدرجات وسباقتها، لان هي المسابقات فيها كتير جدا، فاعتقد هيبقى المنظر احسن من كده. يعني دي الحاجه اللي لفتت نظري. لا معلش، الدرجات دي درجات مين اللي جايبها؟ لا الدرجات دي بتبقى اللعيبه جايه بيها. انا طيب اقصد عشان انا بتكلم على المدرجات. لا بص بقى، في ميم راحت مننا. لا انا قلت المدرجات. انت سمعتها مدرجات؟ يبقى مشكله عندنا المدرجات. انت كنت عايز اساله بتقصد ايه نوعيه؟ هي بص ده بلاستيك، ده كراسي بلاستيك. لا انا كمل ولا كيفا؟ لا تحفظك اللي انت الملحوظه اللي هي فاضيه، يعني لازم نجيب ناس تشجع الناس. يعني وجهه نظرك بتوصل بصعوبه، بس انا عندي بقى ملاحظه اتفضل. هي طبيعي يبقى المدرجات لسه الكراسي البلاستيك دي موجوده؟ انا بس بسال يعني. يعني لا مش ليه؟ ما اعتقد بيبقى فيه افضل من كده كماتيريال دلوقتي ولا لا هي الكراسي دي يعني هي في معظم يعني انا ستاندرد يعني بتبقى دي حاجه ستاندرد، بس الماتيريال بتاعها كويسه مش سيئه. انت مشكلتك في بس الحضور يعني؟ بس ان انا ده لسه يمكن يعني انا بتكلم اللي انت عندك ايفنت زي ده، انت ممكن تتواصل مع المدارس مع مراكز الشباب مع الانديه اللي هم يجيبوا الناس تتفرج وتتعرف. هو الاهم من كده مش بس الحضور، ده هي التغطية الإعلامية، إن أنت برضو طبعًا بتستضيف طبعًا حدث كبير، ما هوش حدث صغير، ده حاجة مؤهلة لأولمبياد باريس، فلازم يكون في صحافة وليس فقط محلية لو أنا عندي الكونكشنز القوية يعني. بالظبط، ده لو أنت عايز مشهد كامل يعني. ما ده اللي أنا بتكلم عليه. الوضع اللي أنت مصنفه مؤسف للأسف متكرر في رياضات كتير.
بس يعني بتكون بطولات دوليه وقاريه وعالميه وفي بعض الاحيان كؤوس عالم كمان في رياضات بعينها، بس عشان الرياضات دي ملهاش مريدين صحيح. قوي عندنا، فبتلاقي نفس المنظر المؤسف ده والمدرجات فاضيه. اخد يعني من الكومنت بتاعك للكومنت اللي انت قلتيه في المقدمه، الجزء المتعلق بالماركتنج.